الناس اللي مثلا عندهم بقع سوداء كيكونوا مثلا في هاد البلايص ديال التنيه ديال الصباع او لا في الرجلين او لحدا الكعيبات ديال الرجلين، يعني هاد الناس هادو يقدروا يستعملوا الماسك اللي كيكون فيه الجليسيرين زائد عصير الحامض أيها عصير الحامض بيض سواد. فوالا كيحيد السواد، ومع الجليسيرين كيكون مرطب باش ما ينشفش لينا. دونك أيها كنخلطوا الجليسيرين مع الحامض حتى كنحصلوا على واحد الكريم، وكنبداو ندهنوا به هذوك المناطق سواء في اليدين او في القدمين، أيها وحتى للحفاظ على يعني الاظافر ديالنا كما قلت، باش ما يبقاوش يتهرسوا لينا، او لكن النوع اللي كيبداو يتجلفوا لهم الاظافر ديالهم، كنديروا الجليسيرين زائد ماء الورد، أيها هذو مزيان وندهنوا به الاظافر ديالنا، وخصوصا هاد البلايص اللي كيكونوا ديال لاكيتيكول، باش وين كتبقى نقيه وكتبقى رطبه وما كتكونش خشنه. احد المكونات كاملين، ما كنظنش شي وحده من السيدات ما عندهاش في الدار ديالها، يعني لا ضروري سهل. يكونوا، وكيف ما قلت الا ما لقيناش نستعملوا زيت من الزيوت اللي عندنا، وزيت الزيتون هي الزيت البلديه، راه صراحه غنيه بزاف ديال الاحماض الدهنيه، وكتنفعنا لا لبشره الوجه ديالنا لا للشعر ديالنا لا لفروه الراس لا للاظافر لا لليدين ولا القدمين، يعني غير الزيت بوحديتها بلا ما نزيدوا عليها حتى مكون اخر. بالنسبه للناس او للسيدات اللي ما عندهمش مكونات اخرى، راه غير الا استعملناها بوحديتها راه هي كافيه جدا، انها كتخلي ترطب لينا اليدين ديالنا القدمين البشره. الحالة الوحيدة اللي كنصح بها السيدات إلا درنا زيت الزيتون، ما نتعرضوش لأشعة الشمس، حيت تقدر تسمر لنا يدينا ولا البشرة الشفاجه. أو اللي يوقع لنا حروقات بأشعة الشمس، من الأحسن ما نتعرضوش لأشعة الشمس، يا إما نستعملوها ليليا يا إما لو نستعملوهم باليوم ورحنا في المنزل ديالنا وما كنخرجوش. داكشي اللي كاين. شكرا لك بزاف مروة، وانا اكيد غادي نرجع عندك من بعد خلال شهر رمضان ولا خلال الايام القليله المقبله، باش تعطينا وصفات اخرى، وصفات تجميليه اخرى اللي تعاون السيدات. وانا متاكده بلي كاع السيدات اللي غادي يجربوا هاد الوصفات هذه غادي تنال اعجابهم النتيجه.